هناك مطلب ومطالب لمجموعة من الشباب العراقيين خريجي الجامعات، شهادات عليا، الكهرباء، النفط، وحتى الوظائف المتوسطة والدنيا. في السابق كانت أغلب الوظائف تنتعش في وقت الانتخابات، يتذكرون الناس وقت الانتخابات تعيينات. الآن مجلس الخدمة تم قراره بالقانون بالدستور وفي البرلمان، نعمل على توفير كل ظروف نجاح هذا المجلس، والآن وفرنا كل ظروف، وقريبا نعلن عن خطة الحكومة في التعاطي والتعامل مع المجلس بأن التعيينات وكل الشباب بدأوا يظهرون ويطلبون وظائف، يروحون عن طريق المجلس البحث عن وظائف وحقوقهم، ونبه المجلس ألا يقع في المحظور. هذا بيسقف زمن إدارة الرئيس؟ هنا قريبا سوف، نعم قريبا جدا سوف عليه. طيب. ولكن أحضر المجلس بأن يقع أن لا يقع في المحظور، وهو في موضوع يستغل صلاحياته بالتعيين في قضايا فساد أو محسوبية أو انحياز.